تكون صائبا في هذه الحاله. شكرا سي طلال، واضحه كنظن نفس الراي. اذا نمشيو للحاله الثانيه في حدود الدقيقه 16، طرد لاعب فريق شباب الريف الحسيمي. هذه واحده من التدخلات عاوتاني القويه واللي فيها قوه زائده، وهذه يعني اللي كما قلت على ان الحكام خصهم يتصدوا من ثلاث تدخلات هذه. فاللاعب هنا تيمشي تيمشي للرجل ديال اللاعب، نشوف هنا رجله فين غادي تمشي. اذا طرد مستحق بالنسبه لي انا. اش بالك سي بالفتوح في هذه الحاله؟ بالفعل هناك بالفعل، وهذا هو هذه الحمايه ديال اللاعبين، هذا اللاعب تيخصو الطرد، فاذا خصو يطرد للمقام. اذا واضحه، نمشيو للدقيقه 78، التدخل ديال لاعب فريق شباب الريف الحسيمي، ولا قرار من الحكم او كان هناك قرار؟ غنتابعوا اللقطه الان. بالفعل اذا القرار، وربما اللي وقتنا نشيروا ونتابعه المشاهد الكريم، ليس هو الخطا في حد ذاته. هنا الخطا ما كاين، مشكل. وقفوا شويه، بلاتي الله يخليك، وقفوا هنايا. القرار شنو غادي يقوم اللاعب شنو غادي يدير؟ شوف يعني القرار ديال الحكم فيما يخص هذه العمليه لم ينتبه اليه الحكم، وهذه العمليه كانت تستوجب طرد اللاعب حسني من فريق الحسيمه بدون نقاش. وهذا اذا واضحه الحاله التحكيميه الرابعه في حدود دقيقه 82، التدخل ديال اللاعب نقاش ولا قرار من الحكم. تفضل سي طلال. هنا النقاش هنا كاين الخطا، كاين الخطا. اش كتشوف، خطا عادي ولا نفس الشيء انه كانت مقصوده ومستحيل البطاقه الحمراء؟ يلا اللاعب هز رجله يعني ما ضربش الكره، تيمشي للرجل ديال اللاعب. هنا كاين الخطا، خصو الانذار هنا. من انذار سي طلال؟ انذار صفراء ولا الانذار ماشي الحاله اللي تابعنا ولا حاله عاديه؟ ربما هادشي قوي بزاف، عندنا حتى انه الا مشينا غادي نمشيو باش نكونوا منصفين، نكونوا بنفس المعايير كما قام السنوني، كما يعني شفنا في الحاله الاخرى، فكان عليه ان يطرد اللاعب اللي ما غادي يمشيش يلعب الكره، وغادي يمشي باش انه يحاول انه يقصد يعني اللاعب الخصم بهذا الشكل. ان العمليه يجب ان يطرد من فيها اللاعب. سي بالفتوح، تقييم ديال خالد نوني في هذه المقابله؟ وتنظن انه كاين يعني ميزان متوازن، شفنا الطرد واللي كان صائب، شفنا الحاله اللي ما فيهاش، تنظن انه كان تحكيم مقبول في هذه المقابله. اذا انتقلوا للمقابله ديالنا.